بس الهدرة تيجي ناجح 100%، هانتوما راه تيجي زوين، تيجي ناجح واقتصادي للرغيف البغرير البقلاوه محنشه اي حاجه. السلام عليكم ورحمة الله، تنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما تتشوفوا هذا الفيديو هذا، وعواشركم مبروكة، رمضان مبارك سعيد ان شاء الله، الله يدخلوا على جميع الأمة الإسلامية بالهنا والصحيحة وبالشي اللي تتمنوا ان شاء الله، الله يرفد هذا الشيء لها واقع. ونبدأ ان شاء الله اليوم غندير معكم العسل. العسل اللي تيجي زمان تيجي رائع، ما نقولش لكم تيجي ناجح 100%، الأهم تيجيكم ناجح. والعسل اللي ما تيخسرش واخا يبقى عام، حيت ما فيهش بزاف ديال المنسمات، وهذا غير الحامض والقرفه. ولا بغيتو مثلا نزيدو منسمات راه تيجي حسن، دزو فيه الزعتر وشويه ديال النجيمه، النجيمه ما عرفتش تقول شنو سميتها. لا بغيتو تنسموه شي حاجه اخرى تقدروا تنسموه، ولكن العسل ديال الشباك ديال الحلوى ما يحتاجش تنسموه، غير الحامض والقرفه راهم كافيين. حتى كنت غندير هنا شويه الزعتر، وقلت بلاش، الا درتو فيه الزعتر تيجي والله العظيم تيجيش عسل، اللي بحال كي اللي تيسحبوا غير حر، اللي تتبغيو ديروا به مثلا البغرير والرغيف ديالكم وهذا انا ما تنستعملوش، راه تنبغي داكشي يكون صحي للرغيف مثلا. انا غندير العسل حيت غندير الشباكنا باش نديرو فيها، ما زعما لا الرغيف ولا البغرير ولا تنشري عسل الحر، ما تنشري كيلو تيدي لي شحال، ولا نشري بعض المرات غير دوك القريعات الصغار تبارك الله تيديو لنا، حيت ما تنستهلكوش بزاف بكثرة. هادشي اللي كاين، واللي بغى شي حاجة اللي صحية راكم عارفين يشريو العسل الحر. هادشي اللي كاين عندنا هنا، جوج كيلو ديال السكر اللي هي سنيدة، وإج السكر يكون عندكم، وإطرو ديال الماء حامضة، شويه ديال العويدات ديال القرفه، صافي هادشي اللي عندنا. وغنجيب واحد الطنجره ديالتنا، بغيتو ديروه في كوكوط ديروه في الكوكوط، انت تعرف يطيب في الكوكوط. البنات المبتدئات ما تنصحكمش بالكوكوط، انا في الاول كنت كنطيبو في الكاميله، و تياخذ الوقت تيدي واحد ساعه ونص ولا ساعتين، ولكن تنشوف اللون ديال الحامض حتى كيولي الحامض، يولي لونه بحال تاع القرفه كاين معسل، صافي تنعرفو طعم. واللي تيعرف يطيب في الكوكوط، والبنات اللي زاعمين وعندهم مع هادشي طيبوه في الكوكوط، ما كان حتى مشكل، غير هي من الجهد نقصو والعافيه. خطيت الكوكوط، تنكب فيها السكر قول قول، صافي تنزيد الماء، نقعد غير يدوب يتحركو ثلاث مرات ولا ربعه، ونقف فوق البوطه. صافي غير كيبدا يطبخ تنسدو الكوكوط، تنخليوه يطيب. انا غادي نقص البوطه ونخليها يطيب 45 دقيقه، ولكن البوطه منقوصه، وملي نحل الشطو ما طايبش مزيان نعاود نخليه يطيب. حتى هذا الحامض كيولي معسل، يولي مثلا دوغي. صافي هذا هو العسل ديالنا، راه صافي طعم، والحامض معايا غير مع التصوير تيبان بحال ابيض مع الضق، وصافي الحامض راه ولا دوغي، وماشي دوغي بزاف، تيجينا داك العسل محروق او فيه بنه الكراميل، ولا العسل ملي تيطيب راه تنشوفوا الحامض ديالنا. نوريكم شي وحده هكا، عرفتش واش تتبان لكم مع الضق الشوا، كتبان بحال قرفنه، هذه تبانش مزيان مع الضق، في التصويره تتبان بيضه، ولكن ملي تنشوفها مباشره تتبان. شوفوا هذه مثلا كي دايره، هانتوما غير الجلده ديالتها ما بانتش مزيان بحال هكا، هانتوما تتبان شويه محمره، وصافي هانتوما محمره من واحد الجهه اللي كانت مغطوسه في العسل، تتولي محمره بحال الخبز اللي تيكون محمر شويه.
انتما البنات العسل راه خليته بات، شوفوا كيفاش تايجي حنتم العسل اللي زوين وناجح 100% البريوات البقلاوه محنشه المعس اي حاجه تديروا فيها العسل ها انتما راه زوين. انا ما تنبغيش يكون قاصح، تنبغيه يكون هكايا، ولا شفتوه بغيتوه يقصح لكم شويه زيدوا ليه العافيه وراه غادي يقصح، راه تيجي واعر هذا العسل. هانتوما الحامض دركا تيبان في اللون تاعو شفتوه، ونخليه ان شاء الله ربا ما نديروه في الحلوه ديالتنا اللي بغينا نكونجليو، ولا نديروه غير في الثلاجه دابا ما يخسرش، ما نديرو شي كيكه ولا واخا يجلس شحال واخا يجلس شهر هذا دابا ما غاديش يخسر حيت طيب وحلو. وهاد العسل هذا نسمى هاد الحامض ونسمى هاد القرفه ولا لا تتسحبوا، هو شحر البارح درت منه شويه في واحد في البغرير والله العظيم لا تسحبوا، هو شحر بديك النسمه ديال الحامض والقرفه، ولا بغيت تزيدوا تنسموه تبغيو غير هادشي ديال تبغيو زعما غير رمضان المسمن الرغيف داكشي زيدوا فيه شويه الزعتر شويه النجيمه وراق موسى اي حاجه اي عشبه تبغيوها راه تقدروا تزيدوها فيه باش يجيكم زوين ناجح 100% واقتصادي. ما نقولش لكم البنات العسل هذا تيجي واعر، المعسلات ديالكم البريوات المحنشه البقلاوه اي حاجه البغرير الرغيف كلشي. وتنتمنى من الله نكون فدتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.